جينا باش نكتشفوا صحفة اللبلابي والبنة. صحفة اللبلابي نعملوا الحمص وثوم كمون هريسة عربي زيت زيتونة وعظم. اللي يحب صوص هرقمة نحطوا له، اللي ما يحبش ما نحطوا لهوش. والهرقمة كيف كيف نقصوا راسيون هرقمة، نحطوا له الحمص والثوم والكمون زيت زيتونة وعظم عربي. كل واحد وكيفاش يخدم فيه، كل واحد والبنة نتاع الهرقمة اللي عنده. يعني الهرقمة نطيبوها نسمطوها في الماء، بعد نفوحوها طماطم فلفل زينة وهريسة عربي وثوم ورند. نرجعوا نزيد نخرجوها لبرا نحطوها في التندر تزيد تطيب وتزيد بنينة ما شاء الله. قداش تقعد هكا تطيب؟ تاخذ وقتها معناها؟ تاع ساعة غير ربع هكاك. وتولي عندنا هرقمة؟ هرقمة ما شاء الله. هرقمة تقاوم البرد. تقاوم البرد وتقاوم كل شيء. احكي لي توا على الحمص. على البلابي ولا؟ الحمص هذا نجيبه ننفخوه في الماء تاع مدة ربع ساعة، نعاودوا ماء جديد آخر، نحطوا له نفوحوه بالزيت والقارص ونحطوه يطيب. تاع ساعة غير ربع هكاك بالوقت يطيب، نجيبو نخرجوه كيما هكايا، نفوحو كي اللي يحب اللي يحب اللي يحب واش يحب فيا. كيما قلت لك ثوم هريسة عربي زيت زيتونة وعظم، نعطيو الكليون ياك. أما يظهر لي الجماعة غادي لاهيين بسيرفيس واحد أخرى، أنت لهنا تحرس على البنة. نحرس على البنة هنا. فماش بنة فماش كليونات راه. ما فماش بنة ما فماش كليونات. صحفة تختلف من صحفة كبيرة لصحفة صغيرة معناها. اللي الصحافي وضم الصحافي اللي عندنا نخدم به. هذه تهز طرفين خبز. قداش؟ طرفين خبز. ايه. ومن ما يحبش خبز نعطوه من غير خبز. هذيك ياكلها يتقنع. يقعد نهار كامل ما ياكلش. مازال يتنفس معناها. مازال يتنفس. ومرحبا به في كل وقت، أي كل يوم مرحبا به، يحب من غير خبز نعطيه من غير خبز، يحب الخبز نعطيه من غير خبز. اللي يحب ياكل يتفضل مرحبا به. وصحفة الكبيرة كي ياكلها شنو يصير له؟ ما عادش ينجم ياكل، ما عادش ينجم يمشي. ما عادش يقف. ما عادش يقف جملة. السر في إنه صحفة اللبلابي تكون بنينة. صحفة اللبلابي تحبها بنينة بنينة بنينة. على الأخر. على الأخر على الأخر. الحمص من غير ماء، حط لك صوص هرقمة وثوم وعظم عربي وزيت زيتونة وكل على روحك. ودوخ على روح قصدك. اي ودوخ على روح. في تونس احنا معروفين باللبلابي، معروفين بالهرقمه، بالمدفونه، بالحاجات العربي الكل، خاصه في فصل الشتاء معناها. الشتاء ديما اللبلابي. اللي يحب يسخن روحه ياكل اللبلابي والهرقمه. قول انت مدوي البرد كان اللبلابي. كان اللبلابي والهرقمه. خويا اللبلابي والهرقمه من ناحيه البرد. هو علاش ما نوليوش ناكلوا على طول العام هكاك مش كان في الشتاء؟ موسم اللي يحبها في الشتاء، وثم هي بنت الهرقمه في الشتاء في الصيف. ما تمشيش مع الصيف. تمشي مع الصيف، ثم اللي ياكلها في الصيف. ثم اللي يحبها في الصيف ياكلها في الصيف. يبدأ اللبلابي موجود بزيت في الصيف؟ موجود، ثم اللي يخدم فيها طول العام. نحن ثم وقت بركة من الشتاء حتى للربيع، وبعد نحبسوا عليه. ما وقتاش مش كيما البلايص الأخرى، نحن هنا ثم بعد تولي دولاب آخر. دجاج وحوت وسكالوب وسكراس مشوي علوش، كموني علوش. اختارت لبلابي ولا شنو كليت؟ اخترت لبلابي. لازم اللبلابي توا؟ لازم، خاطر بارد. يداوي البرد. هذاك هو يداوي البرد ويداوي كل شيء، يمشي ليه بعدها بعدها. ويداوي الجيب زاد. يداوي لا لا بأس. الجيب مليان ولا بأس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أما الناس في فصل الشتاء معناها يقبلوا أكثر على اللبلابي المدفونة. ديما الجاري والجراية حاجة سخونة. كيفاش؟ الجاري والجراية ديما حاجة سخونة. قداش صحفة اللبلابي الكبيرة؟ صحفة اللبلابي فيها عظم وزيت 4700. وصحفة هرقمة فيها عظم وزيت 7700. 7700؟ مش كاينه برشا سومة؟ مو انت زاد كل شيء غالي راهو بنات عمي. شنو فيها؟ فيها العظم والزيت 7700. وصحفة اللبلابي فيها عظم وزيت 4700. كنت ب 2000 فرنك. يا حسرة. أنا خلطت على ربع دجاج ب 2500 يشبع أربعة من الناس. تو ربع دجاج ما عادش ياكل واحد برك. كل شيء غلاه في تونس، ما ثم حتى شيء رخيص في تونس. كل شيء ما يحللته الزوال. والله بالحق نحكي معاك، يحللته الزوال باش ياكل، ما يلقى ما ياكل. كنا ناخذوا في دبوز الزيت هذيك القطانية هذيك كنا ناخذوا فيها ب 20 تو ب 35 وما ثم. كل شيء غالي في تونس. أما الزيت المدعم محسوب عليكم راه؟ لا ما ثماش مدعم. وين المدعم؟ يا حسرة ثم الزيت جملة. لقيتيش هاك الدوري، لقيتيش زيت نبات؟ ها؟ جاوبني ميسر. اه كون جي هذاك موجود رانا متاحين في الاسواق ما يساعدناش هنا. لو جيك اليوم يقول لك ما انا ما عنديش باش ناكل نقول له لا ما نعطيكش.
إذا اللي عنده حق ربع دجاج نقول له لا خذ الدجاجة بالسيف، ثاني كل شيء غالي راه في تونس مثلا ما عادش يفرح فيها تونس. يعني الأسوام زادت حتى في الأبلاب في كل شيء. الماكلة الشعبية نتاع كل يوم عرس العظم ب 118 ب 106000 ولا 108000، يعني كي كان حارة العظم ب 17%، ما عادش حتى واحد خلط على حد شيء. أنتم مش نورمالمون عندكم أسوام هكا عادي اسمعني ينقصوا لكم عليه في الأسوام؟ مانيش تنقص وش تخلص الخدام وش تخلص الذوم وش تخلص الماء وش تخلص الكري نتاع الحانوت، كل شيء راه شارج كبير برشا. كون جيت كل شيء موفر انا متاحين في الاسواق، اما مثلا ماشي حد شيء موفر، تونس ما فيها حد شيء موفر. اما بالله تزيد ولا ما تزيدش يظهر لي صحفه اللبلابي لازم منها في الشتاء. لازم منها هذيك، تزيد ما تزيدش ديما لابد منها موجوده، هذيك في الحانوت في الشتاء ديما موجود. اليوم فما برشا انسى مثلا تقول لك ناخذ صحيفه لبلابي انا والمسيو وصحيفه للصغار سي بون تطلع لي اقل من انه اني نطيب ونعمل طنجره في الدار. صحيح ثم اللي يجي يقول لك ناخذ صحفه لبلابي انا ولادي ومرتي وناكل في الدار خير من نتكلف لي طنجره ب 10000 ولا ب 20000. تاخذ صحفه لبلابي ب 4700 تاكل هي ولادها وتشبع وتروح. واللي يقول لك نعمل طنجره في الدار وما نلقاش ومنين باش نتبر كل هات الزيت وهات الطماطم كل شيء كل شيء حكت ب 5000 راه. حك طماطم بوكيلو وهذيك ب 5000. دونك يجي نولي اللبلابي؟ اللبلابي هبل. واقل فلوس. ويفضل ويفضل المشاكل الكل. ويشبع ويدفي خاصة. ويشبع ويدفي ولاباس والحمد لله. يظهر لي اليوم في العمران الأعلى لهنا ما نجموش نتعداو من غير ما ناكلوا لبلابي مدفونة كسكسي. يا لبلابي يا كسكسي علوش يا لوبي علوش يا مقرون علوش يا عدس علوش يا شتاي الراس. يا بلاس كالوب يا حوت، المهم حاجة عربي ودياري وتونسية 100%. فما علوش علوش ولا جست الريحة؟ لا لا علوش علوش، والزازار اللي ناخذ من عندهم معروفين، والسوم تاعو مناسب من 37 دينار وانت ماشية، سوم علوش طيارة، هذيك هي تونس والحمد لله. أما علوش علوش، حتى علوش مش موجود، حوت دورات، اسكالوب جري، اسكالوب باني. اشترى راس علوش الحمد لله. اما يظهر لي في الشتاء اكثر الناس تركز مع اللبلابي. اكثر حاجه تركزوا عليها في الشتاء في التونسي حتى في الديار ديما حاجه جاريه حاجه سخونه، هذيك هي خاطر الشعب الكل يتحرك، المواطن يتحرك ويخدم يلزموا حاجه سخونه باش ينجم يتحرك بيان بيان، واكثر حاجه معروفه في تونس هي في الوقت هذا هو اللبلابي. ويقاوموا به البرد والايام البرد ويقاوموا به كل شيء، يلزمهم ياكلوا حاجه سخونه. من قبيل انا نحكي مع لي شيف على اللمسات البنينه، اما انت ما حكيتيش على الاسوام. الاسوام شعبيه، الاسوام شعبيه ربع دجاج مع صوص ومع سلاط ومع فريت ومع خبز مع كل شيء على الطاوله، وتطلب زياده حتى دو وتروا فوا ب 8000، مش غالي ب 8000 فهمني. بارابور ليله محمد رسول الله شوف سوم الحم علوش بقداش، اللي احنا تو نبيعوا فيه بلا علوش ب 11 دينار، نشوف كيلو العلوش بقداش 37 دينار، نشوف يعني البلا بقداش 11 دينار ماهوش غالي بارابور يعني على اماكن اخرى ولا رستورانات اخرين ما يسماش غالي. بعدش يشم المغارفه ب 11 دينار المغارفه، انت تشوف تشوف البلا تشوف البلا اللي نخدموا فيه وتسال الكليونات اللي نخدموا فيه واللي يطلب حتى زياده ما نرجعوا حتى حد. حاجه بنينه الماكله باهي باهي. تاكل هوني انت ديما؟ كليت لبلابي؟ كليت لبلبي البارح برك كليت لبلبي. ديما تاكل هوني؟ اي نظيفه نظيف ريستورون نظيف وكلته بنينه. انت كحريف مثلا شنو اكثر حاجه تخليك ترجع للمحل؟ حس كون الماكله نظيفه فهمتني؟ في الفتره الاخيره ولينا نخافوا من لي ريستورونات اللي بين ظفرين فيهم مش هم جيرو تمشي للريستورون ثم ريستورونات مسخة ما تكذبش عليك. عاد نبدا ناكل حاجه مش نورمال في 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 وسط الماكله، اما هذا نظيف بحول الله. انت من الناس اللي مواظبين على ماكله اللبلابي ديما؟ اللبلابي شربه كل شيء معناتها ماكله ديالي. تقول انت البرد هذا ما يقاومه كان اللبلابي؟ هكا هو. يعني اولا الريستورون تاعنا والكوزين تاعنا باينه، نجم اي كليون يدخل يخزر حتى من الباس تاع الكوزين يشوف كل شيء على عينيه، وكل حاجه اون بلانير يعني ما عندناش حاجه مخبينه ولا كولاك. انا حتى كي تجي نتاع الصحه لهنا ديريكتومون نقول له ادخل الكوزينه طول، خاطر نعطي ثقه في الريستورون وعطي ثقه في الصناع اللي يخدموا معايا، ونعرف اللي هما كونهم يعني انضاف والحمد لله يا ربي. كيما حكيت لك من الاول انه معروف
جزوزة و جيسينسي. 44 و 5 مليون.